ربنا على الظالم والمفتري. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا هوجيه في حلقه جديده من اخذ التحليل، وحلقه النهارده بنتكلم عن مانشستر سيتي وتشيلسي قمه الجوله الاولى في البريمير ليج. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. امبارح ما اتكلمناش ولا على ارسنال ولا على ليفربول ولا على حتى برشلونه لظروف معينه، ما قدرتش اتكلم ولا قدرتش اصلا اتفرج على الماتشات عشان اتكلم عليها، لكن النهارده باذن الله ادينا بنتكلم على سيتي وتشيلسي، وان شاء الله بالليل هنتكلم عن ريال مدريد وريال مايوركا. بس تعال نتكلم بقى عن مانشستر سيتي وعن تشيلسي. يا مباراه من الخارج تحس ان انت مثلا لو انت جيت مثلا في نص الشوط الثاني ولا حاجه بدات تفتح الماتش هتحس ان الماتش ممل، ولكن انا شايف ان الماتش كان من ناحيه المدربين الاثنين تكتيك اكتر من انه نتيجه. يعني انزو ماريسكا كان بيحاول يطبق الافكار اللي هو بيحاول يدخلها في عقول لعبته من البري سيزون واول الموسم في ماتش النهارده، وناحيه الثانيه جوارديولا بيحاول يبتكر، بيحاول يشوف حاجات جديده، بيحاول يعمل حاجات جديده. يعني النهارده جوارديولا بدا بال 4 3 3 بتاعته طبعا، ولكن كان اول صداع في دماغه وهو رودري ما بيبداش مع الموسم، وقرر يلعب بكوفازيتش هو اللاعب نمره 6 وقدامه 2 دي بروين وبرناردو سيلفا والاثنين الوينجات دوكو وسافينيو، وقدامهم بيلعب طبعا بيرلينج هالاند، والرباع الدفاع بتاعه هو اللهم بس ووكر كان جنبه على الدكه، ولعب بيه ريكي لويس. ماشي يا عم جوارديولا، بدات بتشكيل انت نوعا ما بتحاول تطبق او تحاول تداري نواقصك، ان هو رودري بداله كوفازيتش ووكر بداله ريكو لويس. تمام. طب الناحيه الثانيه تشيلسي بيلعب ايه؟ تشيلسي بيلعب نوعا ما 4-2-3-1، بيلعب 4-2-3-1. سانشيز قدامه كولويل وفوفانا، على الشمال كوكو كوريا اللي النهارده هالاند اداله ريح بكتف كده قبل ما يجيب الجول، وناحيه اليمين بيلعب بجوستو، بيلعب اثنين في نص الملعب لافيا وكايسيدو، اثنين هولدنج سته جنب بعض، قدامهم بيلعب بانزو فرنانديز، ناحيه الشمال بنكونكو، ناحيه اليمين ببالمر، وقدام نيكولاس جاكسون. طيب يا عم ايه التكتيك اللي الاثنين بيلعبوا بيه؟ جوارديولا، خلينا نتكلم على جوارديولا الاول. بيب جوارديولا في اول ربع ساعه في الماتش كان بيعمل حاجه غريبه جدا، ان هو كان مبدل سافينيو بدوكو، مخلي دوكو يمين ومخلي سافينيو شمال، مع ان دوكو ايمن فيلعب وينج ليفت وعندك سافينيو اشول فيلعب وينج رايت، لكن انت كنت اول ربع ساعه في حاجه غلط كده عند جوارديولا، فقرر ان هو بعد اول ربع ساعه اللي هو الاثنين مش عارفين يظبطوا عايزين ظبط الزوايا، فقرر ان هو يبدل الاثنين، ودى سافينيو ناحيه اليمين مكانه الطبيعي ودى دوكو ناحيه الشمال مكانه الطبيعي، وهنا الاثنين بداوا يشتغلوا سواء ان هم يساندوا الباك في الادوار الدفاعيه او حتى في الادوار الهجوميه. سافينيو لاعب بصراحه انا شايفه مبشر جدا، زي ما حتى عصام الشوالي كان بيتكلم في الماتش ان سافينيو كويس، لاعب كويس، لاعب قراراته سريعه جدا وسرعه قراراته مرعبه، لاعب الاستايل بتاعه كده ممكن تشبهه برياض محرز، باللاعب نمره 26 بالاستايل بتاعه، ولكن الفرق ما بينه وما بين محرز ان هو سريع في قراراته عن محرز. محرز كان ممكن يمسك الكوره يهدي لك اللعب، يهدي الريتم، الكوره تبقى في رجله، لكن لا، سافينيو سريع، مراوغ كويس جدا، سريع في قراراته، فلاعب هيفيد منظومه مانشستر سيتي كويس قوي الموسم ده، ودوكو طبعا عارفينه الموسم اللي فات اللاعب الكويس جدا. طب بيب جوارديولا لما بيجي يلعب الكوره النهارده كان حاول يلعب بفكره جديده او حاول يعمل حاجه جديده، ايه الفكره الجديده اللي حاول يعملها؟ ان هو ما خلاش الباك ليفت بتاعه يخش قلب الملعب، لا غيرها، خلى الباك رايت هو اللي يخش قلب الملعب، بقى يلعب بثلاثي في الخط الخلفي اكانجي دياز وجفارديول ناحيه الشمال، وبيخلي ريكي لويز هو اللي يخش في قلب الملعب جنب كوفازيتش. طب مين اللي بيفتح ناحيه الشمال؟ بتلاقي دي بروين بيفتح ناحيه الشمال تماما علشان يدي الافضليه للسيتي، وان يدي كمان رؤيه لعب للاعب زي جوارديولا، لان انت الناحيه الثانيه تشيلسي كان بيخلي انزو فرنانديز والسيتي بيطلع بالكوره بيخليه مان تو مان على كوفازيتش، فكوفازيتش كده ممسوك مش عارف تطلع بالكوره على كوفازيتش، طب هتطلع على مين؟ قررت تطلع على اولا دي بروين ناحيه الشمال، وريكي لويس في نص الملعب اللي كان بيضم يخش جنب كوفازيتش، كنت برده احيانا بيحاول تطلع عليه علشان تبتدي تطلع بالكوره عشان ما تطلعش بكوره طويله، وساعتها كان سيتي بيعرف يطلع بالكوره كويس جدا 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 في الحته دي، وكان شكله حلو قوي في الحته دي. طب الناحيه الثانيه تشيلسي بيعمل ايه لو الكوره مش معاه وسيتي هو اللي بيحاول يطلع بالكوره؟ تشيلسي كان مميز جدا في الضغط العالي، كان بيحاول يضغط ضغط عالي على مانشستر سيتي، بيحاول يغلطه في نص ملعبه، وكان احيانا كتير بيقطع الكوره في نص ملعب سيتي سواء من بالمر او انزو فرنانديز او لافيا او كايسيدو. لافيا بصراحه اللي عجبني جدا 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 النهارده، لافيا كان كويس على مستوى الطلوع بالكوره، لافيا كان كويس على مستوى الافتكاك، على مستوى التدخلات سواء الارضيه او الهوائيه، النهارده لافيا كان كويس جدا 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 مع تشيلسي بصراحه، وكايسيدو ابتدى اهو يخش في المنظومه عكس الموسم اللي فات اللي كان مالت تماما. ف
كان سيتي، كان تشيلسي بيحاول يضغط ضغط ضغط عالي منظم على مانشستر سيتي علشان يحاول يقطع منه الكوره. طب دلوقتي سيتي هو قصدي تشيلسي هو اللي معاه الكوره وحاول يطلع بالكوره. كان بيطلع بالكوره ازاي؟ بيخلي كايسيدو ولافيا اللي الاثنين يبقوا هما في نص الملعب يحاول يطلع بالكوره على حد من الاثنين، وبيخلي انزو فرنانديز بيبقى قدامهم عشان يبتدي يطلع بالكوره. طب تمام، الاثنين دول اتمسكوا مثلا، كايسيدو ولافيا اتمسكوا، هتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. الحاجه الاولى تطلع على ناحيه اليمين او ناحيه الشمال على جوستو او على كوكوريا، وجوستو كوكوريا لما بيستلم الكوره بيطلعوها البالمر والنيكونكو على الاطراف، وتحاول تجمع لعب ناحيه الاطراف، وبعد كده بتخلي اللعيبه الثانيه تخش للعمق زي انزو فرنانديز ولافيا يتحركوا في انصاف المساحات، وطبعا نيكلاس جاكسون كمهاجم صريح. طب تمام يا معلم، بتلعب الكوره كويس، وكنت بتلعب الكوره كويس احيانا كتير، كان تشيلسي بيطلع بالكوره بشكل كويس، وكان بيحقق وكان بيضرب خطوط مانشستر سيتي كان كويس جدا، والكره ما كانش معاه كان بيطبق شكل كويس جدا. طب الناحيه الثانيه سيتي والكره مش معاه كان بيعمل ايه؟ نفس سيتي، الضغط العالي، الشراسه في الضغط، كل الكلام ده. ولكن الغريب كان بالنسبه لي ان مانشستر سيتي الشوط الاول بعد الجون الاول اللي جابه من عن طريق ايرلينج هالاند ساب الاستحواذ لتشيلسي، ادى الكره لتشيلسي ولعب تشيلسي، وكان خلى حتى في الشوط الاول لو رجعت الاحصائيات هتلاقي ان تشيلسي متفوق على مانشستر سيتي على مستوى الاستحواذ، ودي حاجه كانت غريبه بالنسبه لي ان سيتي ساب الكوره بعد الجون الاول. الشوط الثاني كان شوط مغاير تماما في كل شيء، سواء على مستوى تغييرات انزو ماريسكا اللي قتلت تشيلسي تماما، او على مستوى مانشستر سيتي. مانشستر سيتي نزل الشوط الثاني، لا انا همسك الكوره اكتر، الكوره تبقى في رجلي اكتر، انا اللي هحاول اهدد اكتر، مع ان والسيتي بيحاول يعمل كده كان تشيلسي اخطر، تشيلسي وصل للجون اخطر، كان وصل للجون افضل، ونيكلس جاكسون ضيع، ونكونكو ضيع، وبيترو نيتو ضيع لما نزل من على الدكه، حاجات كتير كانت مخليه ان تشيلسي كان قريب من الجون وكان قادر ان هو يجيب التعادل، ولكن ما عندوش مهاجم. نيكولاس جاكسون مش مهاجم اللي انت تعتمد عليه طول الموسم، عشان كده تشيلسي داخل بقوه في اوسيمان. الكورتين اللي جم النهارده نيكولاس جاكسون يجيبوا جوان اوسيمان على طول، اوسيمان يجيبهم جوان ويخلص لك الماتشات. فعشان كده سيتي بيحاول يدور على مهاجم كبير. سيتي صرف كتير وقليل وما جابش ولا مهاجم وورلي كلاس ولا حارس مرمى وورلي كلاس. يعني انت دخية لو كنت جبته وهو قاعد من بيتهم يلعب مكان سانشيز بكل تاكيد هيبقى افضل، لان سانشيز مش يعني حارس برايتون، حارس ولفرهامبتون، حارس برينتفورد، حارس من حراس الفرقه بتاعت منتصف الجدول، مش حارس يلعب في فريق كبير بينافس مثلا على الدوري او بيلعب بطوله اوروبيه او كل الكلام ده. فتشيلسي كان شكله مبشر، شكله كويس، ولكن سيتي سيتي زي ما قلت كده في الانترو، ربنا على القادر والمفتري. هو سيتي سيتي النهارده، رودري غايب، ووكر غايب، ولا كانك حاسس بشيء. ريكي لويز قد مباراه كبيره جدا، كان دافن نكونكو، كان قاتل نكونكو، ولما نزل له بيدرو نيتو قتل بيدرو نيتو برضه، ما كانش مخلي ولا نكوكو ولا نكونكو ولا بيدرو نيتو ياكلوا عليه عيش، ودي حاجه مميزه جدا. بالمر الناحيه الثانيه هتقول لي بالمر النهارده يا معلم كان مختفي، هقول لك اه بالمر كان مختفي ليه؟ لان سيتي ما غلطش غلطه الموسم اللي فات، الموسم اللي فات شفنا في بالمر في ماتش ال 4-4 كان مفاير، ليه؟ لان جوارديولا كان بيسيب بالمر اوقات كتير جدا واحد على واحد مع جوارديول، او واحد مع واحد على اكانجي، او واحد على واحد مع اكي، كان بيسيب واحد على واحد، ولكن النهارده بيب جوارديولا قتل ده تماما. كان بيعمل ايه عشان ما يخليش بالمر واحد على واحد؟ كان بيعمل حاجتين بصراحه. الحاجه الاولى ان بيخلي فارديول طبعا هو اللاعب اللي بيبقى بيقابل بالمر، وبيخلي اللي بيسانده هو دي بروين، او قد بقى دي بروين واو قد بقى دوكو. لو دي بروين دخل لقلب الملعب عشان يساعد كوفازيتش ويساعد برناردو سيلفا ان هم يقفلوا على ثلاثي نص الملعب كايسيدو لافيا وانزو فرنانديز، كنت بتلاقي دوكو تلقائي بيرجع للخلف علشان يقفل معك فارديول على بالمر. الناحيه الثانيه برده كذلك، كنا بتشوف سافينيو بيرجع للخلف مع ريكي لويز عشان يخلي ريك لويز وسافينيو يبقوا 2 على 1 على جونكو مش 1 على 1، وده خلى مانشستر سيتي في الشكل الدفاعي كان شكله كويس جدا جدا جدا، سواء هجوميا او دفاعيا سيتي جبار يعني. ولكن انا بصراحه ما كنتش اتوقع ان انزو ماريسكا هيبقى في اول مباراه ليه مع تشيلسي شكله حلو كده. ولكن النقطه اللي كانت سيئه النهارده من انزو ماريسكا هي التغييرات. انت كنت محتاج ان انت تسحب نيكولاس جاكسون ما تقعدوش 90 دقيقه تماما، ودخل نكونكو في العمق ونزل بيدرو نيتو زي ما انت كنت عايز. ولكن انا اتفاجئت تماما ان خرج نكونكو ونزل بيدرو نيتو، نكونكو اللي كان ممكن يعمل لك اي لقطه او اي فرصه من لا شيء، هو لاعب يقدر يصنع لك الفارق. فبالتالي نكونكو خروجه من الملعب قتل لك حاجات كتير. بيدرو نيتو اول مباراه ليه مع تشيلسي وكل الكلام ده، ولكن برضه انت كنت تنزله مع نكونكو مش بدل نكونكو، لان نيكولاس جاكسون مش مهاجم يا جماعه، مش مهاجم، بيضيع كتير، مش بيعرف يخلص الفوق. يعني في كذا كرة جات له الشوط الاول والشوط الثاني اي مهاجم مكانه كان خلصها، نكونكو حتى لو مكانه كان خلصها،
لان كونكو مش زي نيكولاس جاكسون، وبرده ديسبري هول اللي انت جبته من ليستر سيتي، عارف ان انت بتدخل صفقاتك واحده 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 واحده، ولكن انت محتاج ان انت تدير تغييراتك وقراءتك للماتش تبقى افضل من كده، لان انت لما خرجت نكونكو قتلت الجبهه الشمال، ولما كمان خليت نيكولاس جاكسون في الملعب طول 90 دقيقه قتلت الحته الهجوميه بتاعتك وما قدرتش يوصل لسيتي حتى بعد الجون الثاني اللي كوفازيتش جابه بمعلمه كبيره جدا جدا جدا. تشيلسي وسيتي قدموا مباراه كبيره النهارده، سيتي لعب على القد، انا شايف ان سيتي يعني كان بيلعب ها على قد ما دس بنزين قوي. تشيلسي الناحيه الثانيه كان عنده افكار وعنده اشياء تحب تشوفها. انا بصراحه بعد ماتش النهارده متحمس ان انا اشوف انزو ماريسكا في الماتشات الجايه هيعمل ايه، لان قدم ماتش كبير وقدم ماتش كويس ضد سيتي. الماتشات الجايه انا شايف ان انزو ماريسكا وتشيلسي هيتطوروا اكتر، هيدخلوا في المود اكتر، اللعيبه هتحفظ ادوارها اكتر، انزو ماريسكا يعرف يشرب لعيبته الطريقه اللي عايز يلعب بيها اكتر، فبالتالي هنشوف تشيلسي افضل. في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد، هو راي انا في مباراه تشيلسي وسيتي. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل تشيلسي هيقدر يتطور تحت انزو ماريسكا ونشوف فريق فعلا عنده هويه وعنده شكل وانزو ماريسكا يقدر يكمل مع تشيلسي، ولا دي كلها كانت حلاوه روح وحلاوه البدايات وهتلاقي تشيلسي بيروح للهويه وانزو ماريسكا بيخرج وبيمشي في اخر الموسم؟ قول رايك في الكومنتس، ولو حلقك بدك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.